بعودها كبير. بعودها كبير. الكبير عايش ما ماتش. العهد اللي بيني وبينكم من النهاردة بقي من طرف واحد خلاص. هي كلمة واحدة ملهاش تاني. كل شيء حيرجع لمكانه. السلاح والأسار. أبو هيبة قاب على حاله. مفيش مخلوق حيستجرى يفتح عينه تاني. واللي اتسرق مني حرجعه. الخاين ملوش عيش مني. حقت عراسه حمسحه بأستيكة. من هنا ورايح مفيش فوضى تاني. قانون أبو هيبة هو اللي ساري. تفضل خدوا جبكم. تفضل. أبو هيبة هيبة ما نقصش مكاتب. طب جاي لي ابو هيبة. هيجي. جاي العب. اتوحشت اللعب. بقالي سنتين ما لعبتش. طيب. هسيبك بقى يا ابو هيبة تلعب زي ما انت عايز وتعمل اللي انت عايزه. وانا مستنيك في المكتب. جاب لي وصول يا كين. جاي لك انت ابو هيبة. انا مش مكان حسابات وانت عارفني كويس. انا طول عمري ماليش في المشاكل. يعني موضوع الجبل ده انا ماليش فيه. دور على طخك ابو هيبة. هدور ان شاء الله. هدور ولازم ادور. هدور. وهتكون فاكرني هصدق انك جاي تلعب. امال جاي يعني عشان اخسر لك فلوس وامشي؟ بالحب فيك اكيد. ايه يا ابو هيبة؟ ما انت طول عمرك بتشتغل في الاسرار. ايه اللي دخلك في السلاح؟ ويعني كان سلاح ابوك ولا سلاح امك؟ السلاح منتج زي اي منتج. بس انت بقى بتبيع السلاح للي يدفع. ساعات بتبيعه عشان تخدم ناس برا. لكن انا بشتري السلاح وابيعه للي يستحقه. مفيش مرة بعت سلاح المجرم. لابس سموكينج وعايز تحط على دماغك عمة. جرايه يا ابو هيبة. شغال شمال وعايز تعمل للشمال قانون. السلاح هو السلاح يا ابو هيبة. مش مهم بتبيعه لمين. المهم تعرف تبيعه. هنلعب
ولا هتسمعني ماركات السلاح اللي بتبيعه ايه؟ اصلك صعبان علي. ذاكر نفسك بتعمل خير وانت شغال شمال يا ابو هيبة. العب العب، لا تكتر ولا تقلل معايا، العب. شكلك هتروح من غيرهم. عيبك انك تحب المناظر، تحب المنظرة. مين قال لك اني حرجع خايف؟ الا صحيح، فارس اللي بيمشي معاك زي ظلك ده راح فين؟ حاسس انه في كرب. استاذ فارس موجود؟ اللي معايا حماية مش ممكن يتلمس. يتلمس بس؟ هاتوه. بعته مشوار بيقضي لي مصلحة وجاي على طول. اشمعنى؟ عمرك شفت صياد ما داريش بصيده؟ طول عمري صياد وعمري اكيد ما رجعت خايب. نعم. طب احنا مالنا؟ ها ده عيل صايع. اسمع يا فارس، تبطل هبلك وتحط لسانك جوه بقك لغايه لما تصرف، فاهم؟ معلش انا اسف، مش قادر اكمل لعب، ورايا شغل. ليه؟ مسكوا الواد البلطجي بتاع المستشفى اللي كان عاوز يقتلني. كارت هتخسر. محدش بيخسر من دوري يا ايبا. كارت تشرب شاي؟ تفضل معايا. يا عم اهدى يا عم. انا تابع مجدي الاقرع، مش ده الكبير اللي عندكم هنا ولا انت ايه بقى؟ تسيح. مساء الخير يا استاذ فارس. اهلا يا فندم. انا قريت المحضر. اه انت هتعرض بكره على النيابه. طبعا انت مالكش اي علاقه باي بلطجيه ولا هنا ولا في المانيا. الموبايل بتاعك ضاع منك، رقم المحضر 7900. احفظ الرقم ده كويس، 7900. غالبا هتخرج بكفاله. البوليس الدولي احتمال يتصل بيك، مفيش مشكله هنقابلهم.
بس طبعا هتنفع علاقتك بالواد بتاع المستشفى ده نهائي. مفهوم الكلام ده؟ تمام. انا سايب لك سجاير وفلوس مع مجدي لقرا، هيديهم لك اول ما تخش الحجز. تمام. عن اذنك يا استاذ فارس. بس تشوف اي حاجه انت فيس شو عايز ايه؟ ما في مجدي لقرا وبيقول لك بوليس دولي وبيقول لك اصحى. هي كلمة واحدة اللي عايز اسمعها، فارس هيخرج بكرة من النيابة. حضرتك اللي حصل ده زقة، وبعدين مش هتضرنا في حاجة غير بس العطلة، وبعدين احنا مالنا اصلا بقى بلطجي ولا قاتل بيقول ان اداله الفلوس واحد اسمه فارس في مصر. وهيثبت ازاي ان فارس اداله فلوس؟ صح، انت صح. انا عارف غلاوة فارس عندك، ما تقلقش يا باشا. يولع فارس يولع، المهم ان ابو هيبة ما يبقاش السبب. لك هترجع للشغل بتاع زمان يا ابو هيفا. نرجع